السلام عليكم بنات، كيفتوما؟ مزيانين بخير، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم بقلاوه اللي كتجي مزيونه غزاله، يعني بماسا فيلو. هذه كتباع في ميركادونا وكتباع حتى في المهم في ليدل. المهم عندي هنا واحد نص كيلو ديال بيان، يعني كاوكاو. بنات هاد بيان هذا انا كنشريه من ليدل، المهم نتوما شريوه اي متاح كيعجبكم. ليدل كيجيني مزيون وكيجيني لذيذ، وعندي قرفه وعندي الزبده، الزبده مذوبه صافي. وبيان غادي نطحنو دابا، غادي نطحنو بيان. المهم ما نطحنوش مزيان، خليوه شويه مهرمش. على هاد الشكل هذا نخليوه. تقدروا تعملوا اقل من نص كيلو يعني الا بغيتو، حيت هو شطلي. حيت على حسب اللاطه اللي عندي انا، نتوما كتعرفوها راه عيتكم تشوفوها، هذه الفران جات مربعه ماشي كبيرة وماشي صغيرة. المهم اللي غادي نعدلو هاد بقلاوة غادي نديكم معايا ميركادونا، بزاف البنات كيسقسيوني على بزاف ديال الحاجات. المهم انا سباق لي صورتهم، ولكن كنظن هادوك عيب البنات اللي كيدخلوا عندي جدادين، ماشي مشكلة. انا غادي نمشي نتاخر شي صخره وغادي نصوركم ان شاء الله، نور الخطر كل شيء ان شاء الله. هاد الورق الزبده ملي كيكون يا ناشف ولا ما بغيش مثلا يشبركم المكان ديالو في الطاوه، ما عليكم الا تفزكوه وتعصروه مزيان وتطلقوه، كيجي ساهل هكداك حسن باش يبغي يعني يعطيكم الفورمه اللي بغيتو. المهم هاد المصه هادي، هاد الورقه هادي فيها كيجيو فيها اما 8 واما 10، الا كانوا 10 نعملو 5 فوق و5 تحت، كانوا فيها 8 غادي نعملو 4 تحت 4 فوق، يعني قد الفوق قد تحت. بالنسبه للورقه ديال ليدل مزيانه تعمل بها بقلاوه، ماشي مشكل حيت يعني اصلا غادي تطلقها مطلوقه، ولكن بالنسبه لك كتعمل بها بريوات ولا شي حاجه كتقطع اكثر من ميركادونا. ميركادونا كتجي مزيانه فيها بريوات ما كتقطعش دغيا. شني اللي كنا نعملو بها يعني نطلقوها على هذا الشكل ماشي مشكل، واخا نشريوها كتفتت بزاف ديال ليدل، جات شويه شغليطه يعني بالنسبة لهاد هاد الوصفة هادي تجي مزيانة. صافي ندهنو فوق ورق الزبدة شوية ديال الزبدة. دابا شفتو كيما شتوني عملت جوج ديال الورقات، وغادي كل ما نعمل الورقة غادي نبقى يعني نهدكها بالزبدة، نسقيها بالزبده، لان باش هاد الورقه كتبغي الزبده كتجي مقرمجه بزاف بالزبده باش ما تجيناش ناشفه. في موطه اللي طوينا الورقه ما نعاودوش نتو مره ثانيه فيها، نحاولوا نبدلو باش ما تجيش واحد الموطه تجي عاليه بزاف، لان شتو الورقه جاتني شويش كبيره على يعني على الصينيه ديالي. ما نطويوش في نفس يعني في نفس المكان باش ما تجيناش واحد المتعه يجي عالي. ناخذ كل مره نبدله. المهم كما كتشوفوا معايا كلشي في الصور راه كلشي باين. كتشوفوني خففت يعني جريت فيديو باش المهم باش ما يجيش طويل بزاف، حيت الا ما زربتوش غيجي طويل بزاف. المهم كل فحال قلت لكم اما نعملو جوج ورقات نعملو الزبده ولا نعملو ورقه بورقه. المهم ما نعملوش الزبده بزاف، هي شويه شويه نسقيوها وصافي. انا عملت كاوكاو يعني بيه، نتوما تقدروا تعملوا اللوز
بغيتو تعملوا اللوز تعملوا اللوز. صراحة ما نكذبش عليكم، كتجيني يعني بيان كتجيني لذيذة أحسن، يعني فول سوداني كتجي لذيذة أكثر من اللوز. المهم كل واحد الذوق ديالو، أنا صراحة كتعجبني بزاف أكثر من اللوز. صافي عملت بناتي هاد الورقة، جاتني فيها 10، عملت 5 من تحت و5 نعملهم من فوقي. دابا يعني نخوي داك بيان، صافي هذا خليه باش نزين به من فوقي. عاود غادي نرش شويه القرفه، الا كانت كتعجبكم البنات قرفه عملوها، ما كانتش كتعجبكم تقدروا تعملوا فانيلا او تعملوا مزهر. المهم نكهو يعني عملوا النكهه اللي كتعجبكم نتوما. بالحق صراحه بالقرفه كتجي واعره في النكهه، كتجي فيها مذاق. المهم كل واحد الذوق ديالو. المهم صافي دابا نكمل، وصافي دابا نكمل على الطريقه هذه. 5 الورقه تمنى عملتهم بحال اللي قلت لكم من تحت، و5 من فوق من النص. اي شحال ما كانت عندنا الورقه نعملها في النص. صافي ونهدكوها شويه على الزبده حتى نسالو الورقات ديالنا كاملين. في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني، دوما بالروح عن الدوني. القلب شعاع. صافي يا بنات عملت هذه الورقة الأخرانية، صافي غادي ندير ندهنها بالزبدة مزيان. صافي هذاك الشيء اللي كيبقى لنا في القاع البنات بحال الماء، هذاك الماء الزبده ما نعملوهش الا عملنا غادي تقطع لنا الورقه ويخسرنا الورقه ديالنا. هذاك لا ما نعملوهش. صافي دابا نقطعوها، نقطعوها على حسب المهم القطع اللي بغينا. انا غادي نقطعهم معوتين ما صغارين ما كبارين. صافي قطعت على هذا الشكل هذا، غير بشويش معاه باش ما نقطعوش الورقه. كنعرف هاد الورقه باس غير كتقطع غير بشويه باش ما تخسرناش. وصافي يا بنات دابا هاد بين خليوه حتى نخرجوا بقلاوه ديالنا بنزينوها. دابا ندخلوها الفران غير نشوفوها تحمرت، سخنت الفران يعني شويه ماشي بزاف، غير نشوفوها تحمرت نجبدوها. هذا غير كتوجد. دابا نمشيو نعملوا القطره ديالنا اللي غادي نسقيو بها بقلاوه ديالنا. غادي نعمل 2 كيسان ديال العنب بهذا الماء. وغادي نعمل كاس السكر، يعني 2 كيسان في كاس السكر. كاينين الناس اللي كيعملوا 2 كيسان د الماء و2 كيسان السكر، انا ما بغيتش تكون يعني حلوه بزاف، بغيت كاس السكر وكاس السكر و2 كيسان ديال الماء. وغادي نخلي القطر يغلي حتى يرجع لي كاس د الماء، حتى يرجع لي الثمن ديال كاس د الماء. وغادي نسمو شويه ديال القرفان، الا بغيتو تعملوا شويه ديال المزهر عملوا شويه ديال المزهر. انا ما عنديش ما عملتش شويه، كان عندي كنت عملته كيعجبني المزهر، الناس ما المزهر. المهم كاس هذا كاس السكر هذا. صافي دابا غادي نعطي واحد الريحه غزاله، تحمقني ريحه القرفه هنا. المهم غادي نخليه يبقى يغلي حتى يرجع الثمن كاس الماء. المهم حتى نشوفوا اللون ديالو تبدل، بدا بحال بدا كيقصح شويش. صافي ساعه نطفي له بوطه. صافي نطفيت له بوطه وهي بقلاوه ديالنا جبدناها. دابا غادي غير يدفى لي شويش القطر، غادي نسقيها مخليش حتى يبرد بزاف، خصو يكون دافي شويش وحتى بقلاوه ديالنا تكون شويش سخونه. المهم انا غادي نسقيها غير لهذا الشكل هذا، ما غاديش نخوي يعني خوي كلشي، لان ما بغيتش تجيني متشخشخه، خصني غير شويش وصافي. حيت انا قلت لكم ما عنديش مع الحلاوه بزاف، هتجي الصراحه هي هذيك هتجي مزيونه. صافي غنبقى نسقيها غير لهذا الشكل هكذا. صافي دابا غادي نزينها بديك كاوكاو اللي بقالي. صراحه كتجي مزيونه، جربوها. واللي ما يعني اللي ما عمرو جربها جربوها وردوا عليا، كتجي غزاله فنه، كتجي كتحمقني انا. سهله وبسيطه وماشي مكلفه.
وصافيها هي بقلاوة ديالنا جاهزة بالصحة والراحة، كنتمنى تكون عجبتكم. صافي البنات، دابا غادي نمشي نسخن الكادونو، غادي نديكم معايا نوريكم بعد المنتوجات اللي سخصيتوني عليهم. كندي هاد الكرموس، هذا مزيون كيعجبني، كيحمقني هاد الكرموس مزيون بزاف. كنت كندي من الليدر، مابقاش كيجيو في الليدر، جات كندي دابا من الكادونو كيعملي شي الاورو. بالنسبه للاخت سخصتني على الحليب كوكو، ها هو الحليب كوكو، ها هو كيعمل اورو 50. والاخت اللي صصتني على الناطا، هي الناطا ناطا كاينه في اي سوبر، اختي في اي سوبر كاينه كتجيب هاد الناطا، هي فينا فيها ثلاثة. و المهم الا كنتي اسبانيا كنصحك صراحه ديال الا كنتي على الطلعه، يعني على الطلعه تسمي بها مثلا الطرطه، كنصحك ديال ليدل، هادي تقدر تعمل بها بزاف الحاجات، ولكن باش ما كطلعش صراحه انت ما خصك ضروري تخلطها مع المهم مع ماسكاربون ولا مع الجبن. المهم هذا الكرموس اللي ديت. بالنسبة لنطا الطياب، هادي هادي هي النطا ديال الطياب، المهم دابا نمشيو نشوفو الأخت اللي صفصتني على الزيت ديال لابوكا، قالت لي واش كيصلح يعني، المهم هما عاملين على حساب كيعملوه يعني الماكله، ولكن هو كيصلح كلشي بحال مثلا زيت الزيتون كيصلح يعني التجميل الاكل، كذلك زيت لابوك هذا خصوص هذا لابوك، هذا الزيت هذا عاملين يعني كيصلح حتى الشعر الجسم ديالنا كلشي، كيعمل 5 اورو، مزيون بزاف هذا الزيت هذا رائع، كيتباع قدام زيت ديال الكوكو. ديالو زعما رائعة، زيت لابوكا. بالنسبة للأخوات اللي سخصوني عليها الخل التفاح، كنت وريتكم الخل التفاح في الليدل، ودابا ميركادونا هاو في هو حتى هو مرفي، كاينة زيت الزيتون هاو في، كاينة الزيوت تما كاينة هاو في هو، أنا كديهم هنايا ميركادونا كاينة 63. وغادي ندي حتى الورقه هذه باش غادي نعمل البسطيله ان شاء الله، غادي نستعملها فيها، كتجي مزيونه البسطيله غزاله، هذه الورقه كتحمقني انا بعد هذه الورقه هذه، حتى هذه مزيونه، ولكن بالنسبه يعني انا كان هذه مثلا البسطيله كتعجبني هذه اكثر، حتى هذيك مزيونه الصراحه، جابوا هذه البسطيله بريوز، بالحق ملي كنكون عامل البريوز كنفضل هذيك لان هي اخرى كتقطع لي بزاف، كتقطع بزاف البريوز، البسطيله يعني كتبقى طويله يعني ماشي مشكل. بالنسبه للاخت سخصتني على العجينه مورقه اللي كتكون حاله ما فيها حتى شي حاجه، هادي ما فيها حتى شي حاجه، اللي كتكون في كونخيلادور كتكون مجمده، هادي هادي ما فيها حتى شي حاجه مزيانه، حتى المواد ديالها قرا عمرها ما فيهم حتى شي حاجه، هادي اللي مزيونه حلال. ودابا الاخت اللي سخصتني على بزاف د المرات كتخصيني وكننسى، اسمح لي والله الا كنسحت بزاف د البنات كيسخصوني و كنبقاش عاقله على كلشي، المهم كنقول لكم لا الا نسيت شي حاجه غير فكروني وصافي. الزبده ديال كاوكاو، هي كريمه ديال كاكاويتي، هي فيني كتباع في ميركادونا جوج اورو 30، وانا صراحه كنشريها كنشريها مكونسوم كبير على هادي، والثمن ديالها بحال هادي وهي كبيره على هادي، فيها 500 غرام كبيره على هادي، وكتجيني حسن زعما هادي جات ماشي كبيره بزاف، لو كنت اسبانيا شريها مكونسوم حسن. المهم ساعة نوريها لك باش تشوف الردومة ديالها. المهم حاجة أخرى اللي سألت عليها بزاف، هاد بخودوي، هاد جوج بخودويز هادو، أول بخودوي ديال الدري ديال الصدى هو هدا، لي كت المهم شي حاجة تصدت لك مثلا في الحبة لابيس ولا في المهم المرات كتنشر الحاجة كتصدى لك في السلك ديال، المهم هدا مزيون بزاف، هاو فين هو سباق لي كنت صورتو نزلتو زعما في القناة. المهم ها هو كيجيني يعني كيجي من الناس كيسقسوني عليه. والبرودوي اخر ولا منتج اخر هو ديال الستيلو اولا ديال المهم ديال الصبايا وداكشي اللي كيعملوا العواو، المهم ستيلوس وداكشي كامل ديال المدد، هو هذا هو ملي كتفتح له الغلاق ديالو عامل فحال الشكل ديال البرودوي اللي كنعملوه ديال العرق، بحال هذاك كتبقى يعني كتبقى تعملو في مكان فين عندك صدا فين عندك ستيلو، ومزيان كيزول
كنتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو، الا عجبكم دايما ما تنساونيش الجيمه ديالكم والتعليقات ديالكم اللي كيفرحوني. الا كنت نسيت شي واحد ما عليكم الا تفكروني في التعليقات ان شاء الله، في ما مشيت يعني ليدل اولا ميركادونا ولا في شي موطا ان شاء الله نوريكم المنتجات اللي كتخصني عليهم. كنقول لكم السلام عليكم، في امان الله.